سلام أصدقائي، معكم جوجو في فيديو جديد. نتمنى أنه يلقاكم كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت بغيت ناخذ هدية صديقة ديالي ولدات بنيتها، الله يكملها كل شيء بخير وعلى خير. فجيت المول بوليفارد بمسقط، تحديدا سنتر بوينت، ودابا جيت كنشوف اشنو ممكن نشري. وصراحة انا ما عارفاش اش نقدر ناخذ، وما تنعرفش هادشي ديال لي بيبي، لكن البلاصة صراحة عجبتني، فيها كل شيء كل شيء، وداك شيء كيوت. أنا غنوريكم من زهري. لقيتهم دايرين تخفيضات على بزاف ديال التشكيلات، تقريبا 40 و50%، وصراحة الأسعار أصلا قبل التخفيض مناسبة، فما بالك بعد التخفيض. بحال هادي تقريبا شحال دايرة، 50-60 درهم مغربية، يعني الأسعار كتراوح ما بين 7 ريال، 2.5 ريال، يعني ما يعادل 180 درهم، 150 درهم، 70 درهم. فأتمنى يعني كنشوفها مناسبة. شوفوا تبارك الله هالكسيوات حمقوني، كيوت 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 كيوت. صراحة اللبس ديال البنيتات الصغار غزال صراحة، كنا يديروا لينا تحنا بحال هاد الحوايج ويحطوا لينا طايات كبار. شوفي شحال كتحمق، انا عجبتني. قلبي الصغير لا يتحمل، قلبي الصغير لا يتحمل. شوفي شوفي البينك كيوت، انا غنحماق هنايا. كنت كنقول كيوت مع راسي، كنقول واو كيوت. شوفوا شوفوا يا صراحة زوينين 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 زوينين. كل يعني كنحس ان مثلا اللي والدين البنيتات كيلقاو كيعيشوا واحد السعادة ما كايناش، يعني خصوصا ملي كيمشيو يشريو لهم الحويجات. شوفوا شوفوا تبارك الله، عجبني انا هاد الشيء صراحة غزال غزال. والحاجة اللي زوينة فيهم الجودة ديالهم ممتازة. شوفوا هادو تقريبا شحال دايرين، 50 درهم، هادوك البندات ديال الشعر ديال البيبيات. هذا باك كامل تقريبا 740، يعني تقول شي 150-160 درهم. هادي هاد البيبي بريزا، وقيلة هي اللي تيطحنوا فيها الماكلة ديال الدراري الصغار، تهي دايرين فيها تخفيضات، كانت دايرة تقريبا 61، ودابا على ما اعتقد ودابا نزلوها 31. شوفوا هاد البيسة تا هي غزالة، حبيتها عجبتني. حتى هادي اللون ديالها زوين، باك كامل تقريبا دير 150-160 درهم. هذا توا باش زوين انهم تيجمعوا لك يعني كادوات كامله، يعني اللي بغيت تعطي شي كادو ولا شي حاجه كتاخذ هاد السله كامله، فيها تقريبا شي 11 قطعه. عجبتني صراحه زوينه. انا هنا اوريدي كنت خديت واحد الباك وباغا نزيد شي واحد. هنايا صافي ساليت شوبينغ ديالي، وحت باغا نمشي مازال نتعشى. هنا انا في الطريق باش نجرب واحد المطعم مغربي سميتو سوب اند مور، هو مغربي 100%، تيدير اكلات اخرى، ولكن انا هنا باش نجرب الحريره والطاجين. هذا المطعم كيتواجد منطقه المعفيله، قريب البوليفارد مول، تقريبا في نفس الخط. وباش عجبني انه صغير ونقيقي وغزال، وحتى يعني صراحة الصف ديالو غزالين، والتعامل ديالهم جد رائع. طلبت هاد الحريرة هي الاولى، قلت ما نقدرش ما نجربهاش الصراحة، كون كتر لينا شوية الخبز، ولكن إذا روحت طريف وندير ميلي تزيدني زيدني. الحريرة الصراحة الطعم ديالها واعر، عجبني. وحتى الباريزيان صراحة زوين، هانتوما الدليل، كملتها خليت فيها زعما الى اخر نفس. المهم لقيت عندهم في المنيو تاكوس، فقلت شحال هذه ما كليت تاكوس خصني نجربو. خديت هذا ديال الكفته، هذا لاصوص ديالو، ومعاه بطاطا فريت صراحه
اهم حاجه عندي انا هي بطاطا فريت، ويكون فيها المذاق ديال المغرب. انا صراحه ملي كتمشي لاي مطعم مغربي اول حاجه تتبغي تبننها هو ريحه البلاد اهم من الاكل. اوكي، فهنا غادي نجربه وغادي نقول لكم كيفاش جاني. ايوا سيادنا، جربت الفريت صراحه عجبني، تيتقرمش وهذا اهم حاجه. خديت تانية هاد الطاجين ديال اللحم بالبرقوق، ها هو تيتربخ زعما عندهم كل شيء كتحسي بيه يلا يلا مطيبولك. هذا الخبز ديال البطبوط، ولا المهم بحال قريب للخبز ديال البطبوط، ولكن زوين بنين عجبني الطاجين. تبارك الله المذاق ديالو غزال، كان خاصو شويه الحلاوه، حيت كنبغي انا اللحم بالبرقوق يكون شويه حلو، ولكن من غير هادشي المطعم نقدر نعطيه 9.9/10 في الاكل المغربي. الماكله ديالهم زوينه، النظافه، الاستقبال، وهذا التاكوس صراحه ما قدرتش نكملو لانني تقهمت ما قدرتش. المهم هذا هو المطعم سوب اند مور، اللي بغى يجرب عندهم اكل مغربي يتفضل عندهم. والى هنا نشوفكم على خير، ما تنساوش كنبغيكم.